هذا يسأل عن سؤال تكرر وهو تكرار العمرة. تكرار العمرة، نقول تكرار العمرة جائز، ولكن الذي في مكة الأفضل له أن يبقى في المسجد الحرام للعبادة ولا يخرج لعمرة ثانية، لأن بقاءه في المسجد الحرام أفضل من الخروج لعمرة ثانية. إذا كان يريد الأجر يبقى في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، يبقى في المسجد الحرام للطواف والصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف، هذا أفضل من العمرة. أنت تأتي بالعمرة، الحمد لله أول ما قدمت جئت بالعمرة، تكفي هذا وتبقى في المسجد الحرام. وإذا جئت مرة ثانية تريد تعتمر لأمك لأبيك، إذا جئت مرة ثانية اجعلها عن من تريد. نعم، هذا هو الأفضل. أنا ما أقول ما يجوز، يجوز، لكن الأفضل بقاؤه في المسجد الحرام.